هل راودك شعور في يوم من الأيام أن تقف أمام الكاميرا أو أن تحمل المايكروفون أو أن تقتحم عالم الإذاعة والتقديم التلفزيوني؟ إذا كنت كذلك، راديو الثورة يتيح لك الفرصة عبر منحك فرصة معنا في فقرة كن مذيعا، لنكتشف معكم مواهب الإذاعة والتقديم هنا في معرض إدلب للكتاب من الزائرين الكرام. يسعد مساك. مساك يا رب. حياك الله. تعرفنا بحالك؟ أحمد بزي من مدينة أريحة. كيف شفت لنا المعرض اليوم، أجواء المعرض؟ والله يعني شيء يعني ممتاز، شيء فعلا يعني بيثبت للعالم العربي بشكل عام يعني وحتى العالم الأجنبي أنه نحن أهل الحضارات. طيب نحن عندنا فقرة كن مذيعا للوقت اللي أنت بتختاره، إيش عندك موهبة قدم لنا إياها قدام الكاميرا؟ لا طبعا حب الكتابة، طبعا هذا شيء كان من الطفولة يعني، ومعه نميته يعني كالكتابة والشعر والإلقاء يعني. حلو، هذا البدنية نحن. تفضل مايك معك. في بلدي بين الركام تنام الشهداء، طفل صغير يصرخ آه، ورجل كبير يقول يا الله، وامرأة تنتظر أطفالها من تحت الهدم على أن يكونوا أحياء. متى يهدأ القلب من رؤية الدماء المنسكبة على أحجار؟ باتت المباني تبكي والدم يغسلها. حزينة يا دار، عشقنا اللون الأسود والأحمر حتى أعيننا باتت أن تبكي دم. هل يوجد وجع أكبر؟ تقف كلمتنا لأنها عاجزة عن القول. نراهم تحت الهدم أحياء. أين نحن الآن؟ نحن في حقيقة أم في وهم أم في بركان؟ الله يعطيك العافية. مشكور جدا. حياك الله.